مئة يوم من القتل والنزوح والفقدان كانت كفيلة بقلب حياة الفلسطينيين رأساً على عقب. فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر والفلسطينيون ينزحون من مكان لآخر إلى مستقبل مجهول وسط حالة من الذعر جراء القصف المستمر على القطاع. أصعب حاجة في حياتي شفت حاجات عمري ما شفتها بحياتي، ورجعونا يعني بالحرب هذه رجعتنا الحرب لأيام أجدادنا، كيف أجدادنا كانت عايشة، حتى بس أيام أجدادنا في أمان كان، هلقيت ما في أمان. أنت بتطبخ وأنت خايف تنقصك، بتطلع تشتري الحاجة من السوق بالأسعار الغالية برضو بتخاف، فيش أمان بالمرة. آخر نقاط النزوح بالنسبة إلى الفلسطينيين هي مدينة رفح أو مدينة الخيام كما باتت تعرف، إذ إنه في كل شبر نازح فقد الاستقرار والأمان، أو بالأحرى فقد الحياة. يعني أنت عايش في هالبلد روح بلا جسد، يعني يكفي أن احنا بنستنى الشهادة من رب العالمين. يعني أنت في كل لحظة بتمر عليك أنت فيها حرب، كل دقيقة بتمر عليك في حياتك أنت في حرب. معاناة التهجير تلاحق الفلسطينيين لأكثر من 70 عاماً، لكن ما شهده أهل القطاع خلال 100 يوم جعلهم يتعرضون لأكبر تهجير منذ عام 1948 بحسب وكالة الأونروا. أكثر من 1,000,000 فلسطيني نزحوا إلى رفح، معظمهم في العراء يفترشون الأرض، وآخرون في خيام لا تقيهم البرد القارس ولا الأمطار، وسط اكتظاظ كبير جداً أدى إلى انتشار الأمراض المعدية بينهم. يعني من يوم ما بدأت الحرب لليوم ما فيش أمل أني أقول أنها هتخلص، ما فيش. الوضع صعب، الحياة صعبة، لا عارف تعيش، لا عارف تأكل، لا عارف تشرب، لا عارف ترتاح، لا في نوم. أقول لك أبسط الأمور المية ما فيش. 100 يوم وكأنها 100 عام كما يقول أهالي غزة، لم تترك سوى الحزن والظلمة في قلوب سكان القطاع الذين أصبحت أكبر آمالهم أن يشرق يوم جديد دون قصف أو موت أو نزوح. رام عقيلي، تيرتي عربي.